نتقاسم معاكم في الفيديو ديال اليوم وصفة قلب اللوز محشي، أو رح يجي كما قلب اللوز المحلات يجي لذيذ معلك وناجح 100%. هذه الوصفة اللي ما نستغناوش عليها في سهرتنا الرمضانية، إن شاء الله رمضان ينعاد علينا وعليكم بالخير واليوم والبركات. نبدأ الآن في طريقة التحضير، نتمنى لكم فرجة ممتعة للفيديو. كمية السميد اللي حنستعملها أي حتكون على حسب قطر الصينية اللي حنطيب فيها القلب اللوز. أنا الصينية ديالي القطر ديالها 24 سنتيمتر، أي حتاخد لي حوالي 400 غرام من السميد. من الضروري أن يكون سميد كمية خشين. كمية السميد اللي استعملتها عمرت لي حوالي 2 فيغ موا أن دوا. حجم الكأس اللي استعملته هو 200 مليلتر. في زوج كيسان ديال السميد نحط كاس من السكر حبيبات، نضيف حوالي ربع ملعقة من الملح، ثلث الكيس أو راح يكون عبارة على مادة دسمة زبدة مارغرين أو سمن، والثلث الآخر راح يكون مزيج من ماء الزهر والماء. من الضروري نخلطوا مليح السميد مع السكر حتى يولوا الحبيبات ديال السكر ما يبانوش. فيما بعد نضيف ثلث الكأس مادة دسمة، وعندكم الخيار بين الزبدة السمن ولا المارغرين. نسيت في البداية ما قلت لكمش بأن كمية السميد ديالكم اللي تستعملوها كي تفروها في الصينية العلو ديالها ما لازمش يديباسي 1 سنتيمتر، لأنه القلب اللوز ديالكم راح يزيد يطلع كي نزيدو نشربوه. بعد ما تدخل مليح المادة الدسمة في السميد راني حنضيف ثلث الكأس من ماء وماء الزهر، ونحاول نخلط مليح بلا ما نعجن لاباط. نغطي الآن الغيسيبيون ديالي بأنفيلم أليمونتيغ ونخلي هاد العجينة ترتاح على الأقل ليلة كاملة في التلاجة أو في مكان يكون شوية بارد. نجوزو دوكا نحضرو الشربات. دونز اون كاسرول نحط كاس من السكر، نفس الكاس اللي كيلت به السميد، نضيف عليه 3 كيسان من الماء. نحطو لاكاسخول فوق النار وكي نشوفو هاد الشربات بدات تغلى نحسبو 10 دقايق ونطفو عليها النار. وكي نحو لاكاسخول فوق النار نضيفو عليها القليل من ماء الزهر، هكذا الشربات ديالنا تجي معطرة بماء الزهر. كمية قليلة من اللوز حوالي 25 غرام اللي رحيتو شوية خشين بقشورو، هاد اللوز أكيد نقدرو نعوضوه بالكاوكاو. نزيد القليل من الكاكاو البني المر، هكذا الحشو ديالنا يكون باين في القلب اللوز. هنا زدت كمية كذلك قليلة من القرفة لاكانيل اللي تبقى حسب الرغبة. هنا أنا حنزيد نحضر ثلث كأس خليط من الماء وماء الزهر. خديت الصينية ديالي كما قلت لكم القطر ديالها 24 سنتيمتر، أنا ندهن فيها بالقليل من الزيت، تقدروا تدهنوها كذلك بالسمن ولا بالزبدة. نعاود نرجع للخليط بعد ما بات ليلة كاملة في الثلاجة ونحاول نحي كامل هذوك التكتلات. نضيف الآن ثلث الكأس من خليط الماء وماء الزهر، نضيفه غير بشوية بلا ما نعجن الخليط، هكذا لاباط ديالنا تاع القلب اللوز ماشي حتتعجن معانا. نقدروا نستعملوا كامل هذه الكمية ديال الماء وماء الزهر كما أننا ما نقدروش نستعملوها كامل، وهذا وراح يختلف على حساب نوعية السميد ديالكم. هنا شوفوا قعدت لي انا كميه قليله ما استعملتهاش كامل. من الضروري انه هاد العجينه تكون جاريه شويه، هكذا القلب اللوز ديالنا ما يجيش يابس، لانه مع حراره الفرن الماء راح يتبخر. وبما انه انا حنديروا قلب اللوز محشي انا حنحط غير لا موتي ديال لاباط في الصينيه، نسيني طاليها هكذا غير بالعقل على دون سباتول. كي يولي عندي سطح متساوي اني حنفرش دوكا من الفوق هذاك الخليط ديال اللوز والكاكاو والقرفه.
نزيد دوك نحط من الفوق لا مواتي ديال لاباط اللي قعدت لي ونسييني طاليها غير بالعقل بكل رفق. في نفس الوقت أنا شعلت الفرن وخليته يسخن على درجة 200 لأنه القلب اللوز يحب درجة حرارة شوية قوية. نزين دوك على سطح القلب اللوز بليزاموند. أنا خيرت لوز ماشي مقشر، تقدروا تخيروا لوز مقشر، ويبقى دايما التزيين سلون فوتر شوا اي فوتر غو. بعد التزيين ندخل البلاطو داخل الفرن، نحطه في منتصف الفرن ونخليه يطيب. نوجد الكاس الاول ديال الشربات لاني حنسقي به القلب اللوز بعد ما نخرجه من الفرن. كي يتحمر القلب اللوز من الحواف كما هكذا نشعلو عليه من الفوق ونخلوه يتحمر مليح، وكي نشوفوه ولانا بيان دوغي نخرجوه من الفرن ونسقيوه مباشرة بالكاس الأول ديال الشربات. القلب اللوز راح يشرب لنا غابيدمون الكاس الأول ديال الشربات. وباش ينجح لنا القلب اللوز من الضروري ان نزيدو هاد الشربات تدريجيا، يعني ما نحطوهاش كامل على ضربه. هنا كما راكم تلاحظوا اني حنزيد الكاس الثاني. واشاك فوا نستناو حتى نشوفو يبان لنا على السطح بانه هذاك القلب اللوز شرب الشربات، ونقعد نضيف غير بالعقل. كاين سميد لو راح ياخذ لكم كامل هذوك 3 كيسان ديال الشربات، وكاين سميد اللي ياخذ لكم مثلا 2 كيسان ونص، وهذا على حسب نوعيه السميد ديالكم. دو بريفيرونس نخلو القلب اللوز يبات ليله كامله قبل ما نستهلكوه. وفي الاخير هاو ديك القلب اللوز اللي حضرته معكم، جا معسل حتى القلب ديالو وميم طون ماشي معجن. جا كيما قلب اللوز المحلات، وصفة ناجحة 100%. نتمنى بكل قلبي انكم تجربوها. استودعكم في امان الله، ونقولكم الى الملتقى ان شاء الله في فيديو جديد. تحياتي الخالصة لكم.